الدفاع المدني تدخل ووفر خيما بشكل مؤقت لإسكان العوائل التي تعرضت منازلها للغرق بالوقت الذي استغرب به السكان الصالحية إهمال الحكومة لهم ولمناشداتهم قبل حصول الأزمة التي كان بالإمكان تفاديها، منتقدين دور الحكومة في مساعدة دول الجوار ويقصدون بذلك إيران. فنشاهد كلها طين، وهي مجرد فتحة. شوفوا هاي يمكن 3 أمتار ما بيها. زين ردنا بوك لين يجي من أي مكان بس يسدها. هاي صار لنا أسبوع نصيح ونقول هذا هذول شنو الأضرار مالتهم، من يسوي لهم بيوت ومن اللي يساعدهم، وشوف هذول ولا راح يظلون بالشارع شهر شهرين ثلاثة. وهاي بنص البصرة، هاي مقابل القصور ومقابل يم الجسر، هاي بالصالحية. فبعد ما أدري احنا تعبنا من مناشدة، الناشد على شنو ما أدري. ما شاء الله أنتم قاعد تغيثون دول العالم وهذول ولدكم هنا. أنا شوفوا هاي بيوت، هاي شوف هاي الغرف طاحت. هاي منين يشتري؟ هو منين لمه؟ منين عنده فلوس هو يبني؟ يلا يلا وشوف هاي فتحة ذي شي يا غاح بعله. رادوا الناس تعبوا، هاي 3 أمتار رادوا بوكلي. هسه الخسائر تقدر بالملايين على شغلة 10 دقائق. شنو قيمتها؟ يعني إلى متى هالناشد والناشد والناشد؟ شنو موقعكم من الإعراب المسؤولين؟